طيب نروح لموضوع آخر، وهنروح نتعرف مع بعض على أسرة مصرية من محافظة بني سويف. الأسرة دي بتستقبل السنة الجديدة لعام 2023 بإعادة ترميم وتأهيل بيتها، البيت اللي كان غير أدمي ومتهالك، كانوا عايشين فيه حياة للأسف غير أدمية. خلينا نشوف إيه اللي حصل ونشوف البيت بعد ما ترمم وتجدد. والله حضرتك البيت الاول يعني كان لا يليق بالعيشه الادميه خالص، وكانت المطره بتخش علينا حضرتك يعني بتبهدل الدنيا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى جماعه جوينا وشافوا البيت وشافوا الوضع اللي احنا عايشين فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني بحضراتكم بدا البيت بالصوره انت حضرتك شايفها دي. والله حضرتك الاول البيت عشان انت كنت تخشه كنت تنزل قول درجه او درجتين لتحت، دلوقتي بسم الله ما شاء الله تطلع قول خمس درجات بسم الله ما شاء الله زي ما انت حضرتك شايف كده يعني. يعني المطره مطرت هنا قول حوالي شهر او شهر ونص بهدلت الدنيا هنا بفضل الله، ولكن بفضل الله عندي والله ما فيش نقطه ميه نزلت بفضل الله. بس صراحة ما كانش نظيف كده خالص، كان بخشب وعروق وحشين مثلا، وكانوا المحارة كانت طرطشة بس كده، وكان في خروم صراحة من التطرطش بتاع المحارة، وكان بسمنت برضو في الأرض كده، كان قرفنا صراحة وما كانش نظيف. مهما نضف نعمل برضو البيت ما كانش حلو. على ما العيال كان بيقولوا وإحنا عايزين يا بابا نبيع البيت ده عشان مش نظيف، ما كناش مصورين والله إن هو يجي بالمنظر ده خالص صراحة يعني. بس كده اتبسطنا صراحة وكلنا مبسوطين إحنا والأسرة والزوج، وفرحانين صراحة آخر فرح يعني. كنا نفكر إن إحنا نبيعه صراحة من قلة النظافة، دلوقتي أول ما شفناه كده حبيناه صراحة ومبسوطين فيه وفرحانين كلنا صراحة آخر فرح يعني. البيت ده ما كانش حلو خالص، كان مبهدل، خشب مش حلو، عريش النطره كانت مبهدلانه. هم جولي لحد البيت خبطوا علي، انت ساكنه هنا يا ماما؟ قلت لهم ايوه انا ساكنه هنا. بيتك ده؟ قلت لهم ايوه. خدوا اسمي وربنا يكرمهم يا رب، وجول لحد البيت وعملوا له كل حاجه والله، حاجه نظيفه يعني قوي، شبابيك نظيفه، حيضان انا ما كانش فيه الحاجات دي الحمد لله، ولا كانش عندي ميه يعني، عملوا له حاجات نظيفه يعني وكهرباء وحاجات نظيفه والله. مروحة حلو وجميل، والبيت على ثمرك حلو، والبيبان والسبابك حلوين. البيت القديم كنا مش بنعرف نقعد فيه، انما دلوقتي فيه صالونكو حلوة، انما البيت ده خواتي وكان شماقة كان ممحر، بس انما دلوقتي مبيض وحلوة. لما اصحابي يقولوا مش هتضايق لما جاوا، علشان انا مبسوطة دلوقتي في البيت. مبسوطين والله انتوا كنتوا وقفتوا معانا، انا اصحابي كنت بكسف ان هم كانوا بيجونا، دلوقتي والله فرحه ان هم وقفوا معانا وساعدوه. الاول كان ما فيهوش حاجه، دلوقتي محر وفي سيراميك ونقاشه وبلاط وكل حاجه. ربنا يجازيكم خير.